بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة يا باشمهندسين هنتعلم مع بعض بإذن الله تعالى إزاي نصمم الترس الموجود عندنا. أول حاجة هنبدأ نتعلمها إزاي أصمم الجزء المعرض للكمبريشن، يعني التو أنجلز اللي عليها كومبريشن. طبعا ده لو إحنا بصينا على شكل الترس فده شكل المومنت عليه تقريبا، زي ما إحنا شرحنا عملنا ريليز هنا ليه عشان أخلي السبورت بتاعي بتاع الترس هو هنا وهنا بس. فأنا لو بصيت على المومنت هلاقي المومنت عامل كده، فالتنشن تحت والكمبريشن فوق، فكل الممبرز اللي تحت دي عليها تنشن وكل الممبرز اللي فوق عليها كومبريشن من قبل ما احل خلاص اهو. ثانيا اي عنصر مماس للمومنت، يعني ده كده انا رسمه مماس للمومنت عشان خاطر يشيل تنشن، لان احنا عارفين ان الستيل بيقدر يشيل في التنشن قد الكومبريشن، بس عيبه في الكومبريشن ان هو بيحصل له باكلينج فبيبدا يقل شويه في الاستريس بتاعه، انما التنشن اعلى حاجه فيه، عشان كده بخليها كلها مماسيه بالشكل ده. انما لو كنت عملت الممبر كده كان ايه اللي حصل؟ كان بقى عمودي على المومنت فكان هيشيل كومبريشن، ما كانش هيشيل قوة ايه؟ تنشن فورس. طيب يبقى دي اول حاجة معلومة عرفناها، عرفنا ان احنا نصمم ادي التنشن اهو، ادي الكمبريشن فوق اهو. عايزين نبدأ نصمم اول حاجة العناصر المعرضة للكمبريشن عشان نشرح الجزء بتاع الخاص بالباكلينج عشان لما نيجي نصمم التنشن. طيب حاجة مهمة جدا، احنا هنبدأ اول حاجة نصمم اي اس دي وبعد كده نصمم ال ار اف دي. اي اس دي الاول لان عشان بعد كده نتعلم الكونكشن، لان بعد ما نفهم الكونكشن هنلاقي موضوع ال ار اف دي موضوع بسيط فيه بإذن الله تعالى. طيب ابدا اول حاجه اخش على هنا ريزلت دايجرام اوف بارتس، هاجي من هنا اقول له ايه؟ يظهر لي البارامتر، ظبط لي الليبلز خلاص، ديفرنشيت فيلد ابلاي، يظهر لي اول حاجه الاف اوف اكس بتاع الممبرز دي، اقول له ابلاي. طبعا اضغط على نورماليز عشان يظبط شكل الدايجرام بالشكل اللي قدامنا ده كده. اول حاجه طبعا دي شكل الكومبليشن اللي هو صمم عليها احنا، لا انا اقول له لا تعالى اول حاجه نتيجه الانوي بتاعك فين الماكسيمم كومبريشن عندي؟ ماكسيمم كومبريشن 3 علامه و54. ناخد بالنا من حاجه تحت بيديك نوتس هنا بيقول لك ايه؟ اي حاجه بالبوزيتيف فهي كومبريشن فورس، اي حاجه بالنيجاتيف فهي تنشن فورس. يبقى احنا هنا عاكس هنا، الاشاره السالب هتبقى تنشن، الاشاره الموجب هتبقى كومبريشن. فاقصى حاجه عندي هيبقى كام؟ 3 علامه 25 من 100 هي ايه الماكسيمم الموجود عندنا؟ 3 علامه 25 من 100. يبقى اجي هنا على شيت الاكسل بتاعنا هاجي اقول له هنا الكومبريشن فورس الديد لوب بتاعنا وليكن الممبر اهو كومبريشن ماكسيموم. الديد لوب بتاعنا كان كام؟ نشوف الممبر اللي انا بتكلم عنه، هو الممبر ده الكومبريشن فورس عليه كام؟ 3 علامه و12، لا احنا عندنا فيه 3 25 اهو، في 3 علامه 25 من 100. يبقى هاجي من هنا اقول له 3 علامه 25 من 100، 3 علامه 25 من 100. اللايف لوب بقى اجي من هنا نفس الكلام، اجي على اللايف لود ال روف اهو. طبعا ناخد الجزء برضو بتاع الديد التاني، نتيجة الفلور نتيجة التغطيات كام؟ عامل العلامة 66 من 100. يبقى نيجي نجيب على الكالكوليتور، الكالكوليتور احنا قلنا أول حاجة كام؟ قلنا أول حاجة 3 وربع، 3 علامة 25 زائد علامة 68 من 100 طلع كام؟ طلع 3 علامة 93. يبقى أجي هنا أقول له كام؟ 3 علامة 93. أجي على اللايف لود أشوف اللايف لود بتاعنا بكام؟ من هنا ال روف طلع اللايف لوب بكام؟ بخمسة علامة 73. اجي من هنا اقول له 5 علامة 73. اجي للويند نتيجة الويند اكس، اجي من هنا اختار اهو، ادي فين الويند اكس؟ ادي الويند اكس بوزيتيف اهو، كام الرقم؟ الرقم عندنا خد بالك بقى الويند عمل ايه بقى دلوقتي؟ الويند قلب الموضوع، لازم احط كل حاجة يا باشمهندسين بإشارتها، لازم احط كل حاجة بالإشارة بتاعتها. يبقى هنا قلب بقى تنشن بقى سالب 3 علامة 15 من 100. يبقى اجي هنا اقول له 3 علامه 15 من 100 بالبوزيتيف، يبقى ده نيجاتيف. مهمه جدا الاشارات، مهمه جدا. احنا قلنا كام؟ 3 93 سالب 3 علامه 93 من 100 سالب 3 علامه 93 من 100. من هنا هيبقى 5 سالب 5 73 سالب 5 علامة 73 ده بوزيتيف. تعال نشوف الويند اكس نيجاتيف هيطلع بكام. الويند اكس نيجاتيف اهو كام الرقم؟ سالب يبقى 4 علامة 29. تعال نشوف الويند في اتجاه الواي بكام. ادي الويند واي بوزيتيف بكام؟ ب 3 77، 3 علامة 77. تعال نشوف الواي نيجاتيف بكام. الواي نيجاتيف طلع عندنا بكام؟ طلع عندي بكام؟ بعلامة 49 من 100، 49 من 100.
اجي بقى من هنا اقول له الديت زائد لايف، اقول له يساوي، عشان اعمل اي فانكشن لازم اعمل تساوي، اقول له ده زائد ده، وده اسمه كيس ايه يا باشمهندس؟ ده زائد ده، اقول له ايه خلاص انا اسف تاني، اه ده زائد ده خلاص تمام، ادي تاني اتاكد تاني اهو ان انا كتبت صح، ديليت، اقول له تساوي ده زائد ده، انتر، خلاص بقى بالسالب زي ما احنا شايفين كده. اسمي ده كيس ايه عشان ما انساش، كيس ايه، وكل ده هنسميه كيس بي، كل ده اسمه كيس بي عشان ناخد الماكسيموم منه، اعمل ميرج واسميه كيس بي. تعالى بقى من هنا بقى الديد لود، اقول له برضه يساوي، بص كده معايا، ادي الديد لود زائد اللايف لود زائد الويند في اتجاه الاكس اهو، انتر، لقيت نفسك مش عارف تكتب، تيجي فوق اهو زائد الويند في اتجاه الاكس، انتر. تعالى هنا هيساوي، اطلع فوق، ادي الديد لود زائد اللايف لود زائد الويند اكس زي نيجاتيف، تعالى هنا يساوي ديد لود زائد اللايف لود زائد الويند واي بوزيتيف، انتر. تعالى هنا يساوي الديد لود زائد اللايف لود زائد الويند واي نيجاتيف، انتر. تعالى هنا يساوي الديد لود زائد ويند اكس، انتر. على هنا يساوي اللايف ديد لود زائد الويند اكس نيجاتيف، تعالى هنا هيساوي ديد لود زائد الويند واي بوزيتيف، تعالى هنا هيساوي ديد لود زائد الويند واي نيجاتيف بالشكل ده. من ده الماكسيمم من كيس ايه، اقصى حاجه جت لي في كيس ايه يبقى سالب، كله بشرط، و6 9 علامه 66 من 100. تعالى الماكسيمم كيس بي، ابص على هنا بقى كيس بي اهي عشان تبقى واضحه اكتر، اهو هدي ده كله شكله برضه اهو، نعمل له ايه اهو اول بوردر برضه اهو وثيك بوردر اهو، عشان برضه ايه نبقى عارفين نفرق ما بين الكيس الماكسيمم سالب 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 في موجب. يبقى الماكسيموم هنا بقى يا باشمهندسين، بص بقى كده، الماكسيموم سالب 9 علامه 19 من 100، وكمان حاجه كمان مهمه، وانزل كمان انتر سالب اند، اعمل اند كده، البوزيتيف كام، فين اقصى بوزيتيف، علامه 36 من 100 بالشكل اللي قدامنا ده كده. مش عايز فانكشن انا، تسعة سالب علامة 17 من 100، وفي عندنا مفروض أعمل الاتنين دول ميرج أهو، وده كده علامة 36 من 100 عشان أبقى فاكر وخلاص أهو الكيس. تعالى بقى، يبقى إحنا هنا بقى أجي بعد كده بقى هنا يا باشمهندس أقسم بقى كيس بي على إيه؟ أقسم ده السالب مع السالب والموجب مع الموجب، يبقى أقسم ده، أجي هنا أقول له تساوي ده على ده، إنتر، وبعد كده تساوي ده على صفر، اي حاجه على صفر ما لا نهايه. طيب يبقى اذا اقصى الرقم ده اكبر من 1.2 ولا اقل من 1.2 اللي احنا بنقارن بيها يا باشمهندس في الكود المصري، اكبر من 1.2 ولا اقل من 1.2، يعني ايه؟ يعني ايه يا باشمهندس؟ بقول لك انا عندي في حاجه اسمها ديت زائد لايف، وفي حاجه اسمها ديت زائد لايف زائد ويند مثلا، ده اسمه كيس ايه وده اسمه كيس بي، طالما دخل فيه حمل سكندري يبقى ده اسمه بي، كيس بي، وده طالما كلهم احمال رئيسيه ديت او لايف يبقى ده عباره عن كيس ايه ايه. طب انا عايز اعرف فين الماكسيموم منهم، بضرب واحد واثنين من، بعمل حاله المقارنه خاصه بالمقارنه بس، كل وظيفتها عشان اقارن بس، عباره عن 1.2 الديد زائد اللايف، كل وظيفتها ان انا اقارن. لو الحاله دي الرقم ده مثلا طلع ب 10 والرقم ده كان ب 8، معنى كلام ايه؟ معنى كلام ان انا ضربت الرقم ده في 1.2 طلع اكبر من الكيس دي، يبقى انا هصمم على الديد زائد لايف. طب الرقم ده طلع مثلا ب6، معنى كلام ان انا لما ضربت ده في 1.2 الرقم ده طلع اكبر، يبقى انا هصمم على الكيس دي. يبقى تاني بقسم كيس بي على ايه؟ ادي دي على دي، لو طلع اقل من 1.2 معنى كلام ايه؟ معنى كلام ان انا بقول لما ضربت الاي في 1.2 طلع البي اقل، يبقى انا بصمم على كيس اسمها ايه؟ ايه. طب لو كان طلع اكبر، معنى كلام ان انا لما ضربت حتى الاي ضربته في 1.2 اللي هي الكيس المقارنه، البي طلعت اكبر، في الحاله دي هصمم على كيس بي. يبقى لو طلعت اكبر يبقى بي، لو طلعت اقل يبقى ايه. هنا طلعت معنى اقل، يبقى اذا استخدم كيس ايه؟
طلعت اقل، يبقى انا هستخدم كيس ايه؟ يبقى الديزاين بتاعنا هيبقى بسالب 9 علامه 66. الكيس بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها هنكتب كده كيس ايه. طيب نفس الكلام هقول المفروض يبقى فيه سالب ومفروض يشيك على التنشن، يعني المفروض كمان ان انا اصممه ان هو يشيل تنشن 36 من 100، بس يعني انت شايف اهو رقم لا يكاد يذكر، فممكن نعمل له ايه؟ نجلكت. يبقى الديزاين فورس بتاعتنا عباره عن 9 علامه 66 من 100 طن يا باشمهندس، هي دي اللي هنصمم عليها. تمام كده يا باشمهندسين، يبقى كده عرفنا ازاي نطلع الديزاين فورس والكيس اسمها كيس ايه. طيب عايزين نفهم بقى شويه حاجات كده مع بعض. لو رحنا هنا في الستيل، فتحنا الفايل الشرح، قلنا عايزين نجيب العناصر المعرضة للكمبريشن، كومبريشن الباكلينج. ايه هو الباكلينج؟ بص يا باشمهندس، لما باجي اضغط على اي عنصر بيبدأ العنصر ده يخرج ينحني بالشكل اللي قدامنا ده كده. الانحناء اللي خارج بره ده، بص كده شكل الصور اهو، نتيجة ان انا ضغطت على العنصر اللي حصله انحنى بالشكل اللي قدامنا ده كده، اهو انحنى بالشكل اللي قدامنا ده كده. ده اسمه باكلينج. ده اسمه ايه؟ باكلينج. هو ده الباكلينج ده بالنسبه للاعمده. نفس الكلام بيحصل في الترس، او بيحصل بشكل قدامنا ده كده. فاحنا عايزين نعرف الكريتيكال عندي هو الباكلينج ده، هو ده اللي بيقلل عندي الاكياب بتاعنا. يعني انا عندي الحديد قلنا بيشيل في التنشن قد الكومبريشن بالظبط، يعني الستيل المفروض يشيل اف تنشن قد اف كومبريشن بالظبط، بس نتيجه حدوث الباكلينج بقى بيساوي الاف كومبريشن بيساوي الاف تنشن، نفس الكلام اهو، بس ناقص جزء معين. ايه هو الجزء المعين ده؟ هو الترم الخاص بالجزء اللي احنا بنقول عليه اللي هو الجزء بتاع الباكلينج. يعني لو مفيش باكلينج ما كانش الجزء ده بقى موجود، كان الاف تنشن يساوي الاف كومبريشن على طول. طيب يبقى اذا لازم ندرس حاجه اسمها الباكلينج. الباكلينج بقى يا باشمهندسين عنده نوعين، حاجه اسمها الام بلان، يعني الحاجه اللي انا بشوفها في نفس المستوى بتاعي الرؤيه بتاعي. يعني انا شايف اهو ادي المستوى، ادي الورقه اهي، ادي مستوى النظر بتاعي، حاجه طالعه ونازله اهو في نفس مستوى الرؤيه بتاعتي. لو جينا نبص على كل العناصر الممبرز اللي انا اصممها طالعه ونازله، فكله بيعبر عن اللينس بتاعها. يعني لو قلت ده الامبلان باللينس بتاعه، ده اللينس بتاعه، ده اللينس بتاعه، ده اللينس بتاعه، يبقى كل الممبرز عندنا عباره عن اللينس، لان الباكلينج بتاعنا نتيجه في وجود كونكشن هنا هنشوفها دلوقتي، هو ده اللي بيخلي الباكلينج يحصل خلال طول الممبر بس. طيب الاوت اوف فلان باكلينج بقى ده اول حاجه الامبلان. طب الاوت اوف فلان بقى اللي هو ايه بقى؟ طبعا احنا الجزء اللي احنا بنقول عليه اهو، ادي البليتا وادي البليتا وادي الممبر اللي ما بينهم، فلما بيجي ينحني بص كده بينحني خلال الكونكشن دي، عشان كده الام بلان دايما عباره عن اللينس بتاع الممبر. طب تعال نشوف بقى الاوت اوف فلان بقى، يعني ايه الاوت اوف فلان بقى؟ يعني العنصر ينحني بره المستوى. يعني انا باصص بعيني كده، انا عيني باصه كده، انا عيني لما ببص فيرتيكال على الكلام ده مش هشوف الانحناء اللي هو جوه ده، انا هشوفه كانه خط واحد، خط بالشكل قدامي ده كده، مش هشوف الكيرف اللي حصل ده، فعشان كده خرج بره المستوى الرؤيه بتاعي، فده بتسميه اوت اوف فلان باكلينج. لو جينا نبص على الاوت اوف فلان، ادي الممبر اهو، الممبر بيدخل بينحني لجوه اهو، التاني كان بيطلع وينزل، ده بينحني لجوه، فده اسمه اوت اوف ايه؟ اوت اوف فلان. لو جينا نبص على الدوران بتاع اللي فات، اللي فات كان بيطلع وينزل، فكان بيلف حوالين محور اكس. هنا بقى ده عمال يدخل لجوه، يدخل لجوه، بص كده لو تخيلت ان ده انكسر نتيجه اللف ده، هيجي ينكسر، هيجي يلف حوالين انهي محور دلوقتي؟ يقعد يلف حوالين المحور اهو، عمال ينكسر وهيلف حوالين اهو بالظبط كانه سوسته عماله تلف اهي. فده اسمه ايه؟ الاوت اوف بلان بنسميه حوالين محور واي، والان بلان بنسميه حوالين محور اكس. ماشي؟ ماشي يا باشمهندسين؟ نتيجة المحاور. طبعا لو ده كان مقلوب، يعني مفترض التو انجل كانوا كده، كانوا كده، ما ده اسمه برضه محور ايه؟ ده اسمه اكس وده اسمه واي، بس في الحالة دي الاوت اوف بلان باكلنج اختلف بقى بالشكل اللي قدامه ده كده. ماشي يا باشمهندسين؟ تعالى بقى نبص عندي هنا تحت هنا كده، يبقى ده بص كده، أول حاجة احنا بنقسم الاوت اوف بلان لثلاث عناصر. حاجه اسمها الابر ممبرز، الابر اللي هي العناصر الرئيسيه اللي هي اللي فوق العلويه، واللور ممبر العناصر السفليه، والفيرتيكال قد الدايجونال، ده اسمه فيرتيكال، والعنصر اللي هو على المايل ده اسمه دايجونال. طبعا المفروض يبقى المايل كده عشان يبقى مماس للتنشن. يلا معلومات بنقولها واحنا ماشيين اهو عشان ما ننساش اهو. خف شويه البولت، نخليها كده، ادي شكل المومنت كده صح. فالتنشن فين؟ التنشن فوق والكمبريشن تحت، فانا مخلي ده كده عشان يبقى مماس للتنشن عشان يشيل كوتي تنشن فورس. طيب نرجع بقى، يبقى احنا عندنا الابر. لو جيت بصيت بقى على الابر بقى، الابر لما يجي يدخل او يخرج بره المستوى بقى زي ما احنا شايفين كده يا باشمهندسين، او ده لما يجي يخرج بره اهو او يدخل لجوه ناحيه بره المستوى بتاعه، فهتلاقي في بيرلين واقفاله هنا منعاه ان هو يدخل او يخرج. عشان كده الاوت اوف بلان في حاله الابر عباره عن اللينس اوف ممبر برضه. يبقى اذا العنصر ده الوحيد الام بلان، والاوت اوف بلان بتاعه هو عباره عن ايه؟ اللينس اوف ايه؟ اوف ممبر. طب تعالى بقى نبص بقى على الجزء اللي تحت، احنا قلنا خلاص بقى. طب اللور كورد بقى، اللور كورد معتمد على حاجتين بقى يا باشمهندسين، حاجه اسمها اللونجيتيودنال بريسنج، اللونجيتيودنال بريسنج اللي هي البريسنج اللي هي الجو دي اللي احنا رسمناها دي كده، وحاجه اسمها اللور بريسنج. لو انا شغال في كباري فانا بنحط بريسنج تحت، تحت خالص ايه، تحت على القاعي تحت. يعني لو انا بصيت على البلد في بريسنج علويه فوق هنا كده، في بريسنج علويه هنا كده صح، وفي بريسنج سفليه اهي تحت من هنا كده.
فهو معتمد على البريسنج السفليه دي، لان كل النقطه دي لما تيجي تدخل لجوه ايه اللي يحصل؟ يلاقي في بريسنج وقفلها، انما لو البريسنج ده مش موجوده يبقى النقطه بالكونكشن بكله هيدخل ايه؟ مسموح له انه يدخل لجوه. عشان كده يا باشمهندسين لو انا جيت قلت لك احسب لي الاوت اوف لاين باكلنج بتاع المنبر ده، هتقول لي اه يا باشمهندس ده معتمد على حاجتين، اللونجيتيودنال بريسنج واللور الهوريزونتال بريسنج. انا ببص لما فيش غير اللونجيتيودنال بريسنج بس، موجوده فين؟ ادي موجوده هنا وموجوده هنا، يبقى الممبر ده لما يجي يدخل لجوه الكونكشن دي هتدخل لجوه عادي، والكونكشن دي هتدخل لجوه عادي خالص لانها مش ممسوكه باي حاجه، انما النقطه دي لا ده نقطه قويه ممسوكه. يبقى عشان كده الطول ده عباره عن 1 2 3 مرات ال ال 3 مرات ال ال. نفس الكلام لو قلت لك ده، لو قلت لك ده، كلهم عباره عن 3 ال ال، كل ده عباره عن 3 ال ال. طب تخيل انا كنت عملت اللونجيتيودنال بريسنج هنا كده، كنت هتقول لي عباره عن كام؟ اه لا يا باشمهندس ده انت حاططها لي هنا، يبقى عباره عن 1 2 ال بس، يبقى معتمد على مكان اللونجيتيودنال بريسنج. عشان كده كنا بنقول لك ما ايه، ما تزودش في المسافات بتاعتها. عشان ايه؟ عشان لما نيجي نحسب الاوت اوف لاين باكلنج دلوقتي، يبقى اللور كورد معتمد على اللونجيتيودنال بريسنج وعلى حاجه اسمها اللور هورزونتال بريسنج. الفيرتيكال والدياجونال معتمدين على حاجه اسمها السترونج بوينت والويك بوينت. يعني ايه يا باشمهندس؟ احنا لسه راسمين من شويه المومنت بتاع ده كده يا باشمهندس، صح؟ فين التنشن؟ التنشن تحت. فين الكمبريشن؟ الكمبريشن فوق. يبقى كل العناصر اللي تحت عليهم ايه؟ تنشن، واللي فوق عليهم ايه؟ كمبريشن. اي عنصر عليه تنشن بنسميه سترونج ممبر، اي عنصر عليه كومبريشن بنسميه ويك ممبر. اي نقطه متصله بعنصر عليه تنشن بنسميها سترونج بوينت، اي نقطه متصله بعنصر عليه كومبريشن بنسميه ويك بوينت. يبقى تاني، الممبر لما يكون متصل ما يكون عليه تنشن بنسميه سترونج، ما يكون عليه كومبريشن بنسميه ويك. النقطه لما يكون متصله بعنصر عليه كومبريشن بنسميها ويك، لما يكون متصله بعنصر عليه تنشن بنسميها ايه؟ سترونج. بص بقى يا باشمهندس، قال لك اي حاجه لو النقطتين بتوعك دول عباره عن نقطتين سترونج فهو عباره عن طول الممبر نفسه، لو في نقطه واحده بس او نقطتين ويك يبقى عباره عن 1.2 في الطول. يعني ايه؟ نقطه زي اللي تحت دي متصله بايه؟ اه ده متصله بعنصر عليه تنشن فعباره عن سترونج بوينت. طب النقطه اللي فوق دي ده متصله بعنصر عليه كومبريشن فعباره عن ويك. لا يا باشمهندس مش ويك، هي ويك عشان عليها عنصر كومبريشن بس نتيجه وجود البرلين فهي قوتها، قوتها خلت بقت عباره عن ايه؟ سترونج هي كمان. يبقى العنصر ده سترونج، وسترونج يبقى عباره عن الطول بتاعه. طب لو في نقطه واحده بس في ويك كان عباره عن 1.2 في الطول بتاعه. امتى نلاقي المشكله بتاع الكلام ده؟ هنا. ازاي هنا؟ هنا المومنت عامل كده يا باشمهندس، صح؟ فالتنشن فوق والكمبريشن تحت، لما اجي اتكلم على ممبر زي ده، التنشن فوق فهو متصل بعنصر قوي عليه تنشن، ونفس الكلام في البرلين فهي النقطه دي سترونج بوينت. طب اللي تحت دي ده عليها كومبريشن ومش متصله باي حاجه خالص فعباره عن ايه؟ ويك. يبقى اذا ده سترونج وده ويك، يبقى عباره عن 1.2 في اللينس بتاعنا. وصلت كده يا باشمهندسين؟ تعالى بقى نصمم بقى الممبر بتاعنا. الممبر اللي احنا بنصممه هو الممبر اللي فوق هنا ده كده. الممبر ده الام بلان باكلنج عباره عن الطول بتاعه، الاوت اوف لاين باكلنج عباره عن كام بقى؟ عباره عن ايه؟ المسافه برضو بتاعته، لانه عباره عن ايه؟ ممسوك من هنا بالبرلين وممسوك من هنا بين بالبرلين. افتح شيت الاكسل بتاعنا ده كده، اول حاجه بيقول لي الكومبريشن فورس بكام، اجي هنا اشوف انا مطلعها بكام. الكيس بتاعتنا 9 علامه 66 من 100، يبقى اجي اقول له هنا كام؟ 9 علامه 66 من 100. كيس ايه؟ طلعت معانا كيس ايه مش بي، لان لو كيس بي بيضرب الالاوبل ستريس. بص كده الرقم ده كده، بص رقم الاف سي ده كده الالاوبل، الكابيتال ده الالاوبل، السمول ده الاكشوال. تعالى كده خليها كيس ايه، بص كده الرقم ده ال بقى كام؟ 58% الاف اي بقى بكام؟ 1.4 اللي هي 58% الاف اي، لان ده كيس ايه، انما كيس بي بيضرب ده الالاوبل في 1.2 نتيجه وجود الاحمال السكندري بتاعتنا. يبقى اذا ايه؟ كيس ايه. طيب تعالى هنا الام بلان باكلنج بكام؟ عباره عن طول الممبر اللي هو كان 2 متر، لو انا حسبت على المايل هتطلع معاك الفرق بسيط جدا يعني. الاوت اوف لاين برضه ب 2 متر. الحدود الباكلنج احنا عندنا الباكلنج الكود المصري بيقول لك في الكمبريشن ما تقلش عن كام؟ عن 180. ما تقلش عن كام؟ عن 180 في الكمبريشن. طيب السكشن بتاعنا احنا فرضنا ان هو اول حاجه افترضنا ان هم دبل انجل 70 في 70 في 7. فين دبل انجل؟ ده كده ستار شيب، دي كده الزوايا الموجوده عندنا اللي هنستخدمها اهي باك تو باك. ده كده دبل انجل باك تو باك اهو، وليكن 70 في 70 في 7 اه. شيك شيك الموضوع ايه؟ اه بدا يحسب اللمدا ان اللي هي عباره عن ال ان، عباره عن ايه اللمدا؟ ال بي على الاي. الاي ده بيجيبها منين؟ من الجداول، ده خاصيه اللي هي ريديوس اوف جريشن، ده حسبها منين؟ الاي دي الاي اكس والاي واي جابهم منين؟ دول جابهم من الجداول اللي هي عباره عن جذر الانرشيا اللي هي الاي سمول دي بيساوي جذر الاي الانرشيا على الاريا. هو معاه الابعاد القطاع يقدر يطلع الانرشيا ويقدر يطلع الاريا، قسم ده على ده طلع الاي اكس وطلع الاي واي، ما ده عباره عن الاي اكس على الاريا، والثاني عباره عن الاي واي جذر اي واي على الاريا. طلع هو ايه؟ خصائص دي موجوده عندنا في التيبلز زي ما ايه؟ لو جينا فتحنا التيبلز برضه عشان برضه نشوف التيبلز.
ادي الاكسل شيت، لو فتحنا التيبلز اهي اللي موجود عندنا هنلاقي العناصر دي كلها اهي. لو جيت تفتح اي عنصر هتلاقي موجود كل الخصائص بتاعته اهي. ايكوال انجل اهي، بدا يقول لك الايكوال انجل بتاعتك كام في كام في كام، الاي اكس بتاعتنا بكام، الاي واي بتاعتنا بكام، الكلام ده كله اهو، الاي اكس والاي واي للار يعني. طيب طلع الار والكلام ده كله، طلع اللامدا اللي هي عباره عن ال باكلينج في اتجاه الاكس على الاي اكس، واللامدا في اتجاه الواي اللي عباره عن ال باكلينج في اتجاه الواي على الاي واي. خد الماكسيموم من الاثنين طلع 94، اقل من 180 يبقى انا سيف. الاجهاد بيشوف هو اقل من 100 ولا اكبر من 100، لو كان اقل من 100 يخش المعادله الاولانيه في الكود، لو اكبر من 100 يخش اللي هي 7500 على اللامدا سكوير. الاجهاد الاكشوال اللي عباره عن الاف سي على الاريا، طلع الاف سي اللي عباره عن الفورس اللي هي 9 علامه 66 من 100، قسم على الاريا اللي هي عباره عن 2 في الاريا او الاريا على طول بتاع الدبل انجل اهي اللي هي 18 و8 من 10، قسم ده على ده اداله الاجهاد، طلع الاكشوال اقل من الالاوبل، يبقى انا فين؟ في السيف. خد بالك الفرق هنا ده نص وده كده كام؟ 8 من 10، يعني تقريبا الفرق بسيط. انما بقى لو كان ده مثلا الاكشوال كان مثلا 1 من 10 وده 8 من 10، لا يبقى انت بتهدر، يبقى انت بتهزر. طب ممكن نجرب كمان القطاع، ممكن نخليه مثلا نقلل شويه، نخليه 65 في 65 في 7، بص كده ده اللي انا بتكلم عليه. بص ده 7 من 10 وده 55 من 100، يعني ده يعني يعتبر افضل قطاع. 60 لا انصف 60، يبقى خلينا في 70 زي ما احنا باشمهندسين، يبقى 70 في 70 في 7. يبقى اذا كل العناصر اللي عليها كومبريشن العلويه اللي فوق دي كلها اخدها دبل انجل 70 في 70 في 7. ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله هنتعلم ازاي نصمم الدبل انجل اللي عليها كوتنشال فورس باذن الله تعالى. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.